بتطلعات تحقيق موسم ناجح، انطلقت حملة الحرث والبذر بتيارت لتستهدف أكثر من 300 ألف هكتار لزراعة مختلف أصناف الحبوب. إن شاء الله رانا معولين نخدموا كما خدمنا العام اللي فات، والبراج عطاونا الماء زقينا ودينا خير وبركة الحمد لله. معولين إن شاء الله نخدموا نفلحوا إذا وصلنا رب. الحمد لله اللي ربي غاثنا غيث النافع إن شاء الله يجعل فيه البركة. التطلعات تاعنا رايح إن شاء الله بربي لتمت الحياة كما هاك نديروا الإنتاج أكثر من العام اللي فات. ورانا خدمنا ورانا رايح زين نخدموا إن شاء الله، والخطر اللي فات رانا رفدنا الخير تاع ربي ورانا ذا متمنين نخدموا. مرافقة الفلاحين ميدانيا وطيلة الموسم لتذليل العقبات وتوفير كل أسباب النجاح هو ما تعمل عليه المصالح المختصة. المساحة الإجمالية حوالي 300 ألف هكتار كأهداف لحملة الحرث والبذر ولاية تيارت. احنا على أتم الاستعداد من ناحية توفير البذور، احنا نقولوا الفلاحين مرحبا بهم والأبواب راهي مفتوحة. لما نتكلموا على الفلاحة خاصة بالنسبة للحبوب نقولوا تيارت، ولما نحضروا تيارت نقولوا فلاح. فكل الإجراءات التنظيمية من حيث التمويل والتموين يبشر بالخير. الإحصائيات الأولية اللي أعطوها لنا في هذه الانطلاقة أنه يكون إن شاء الله موسم فلاحي واعد. طموح إنجاح الموسم الجديد بإنتاج وفير للحبوب على غرار سابقه هو التحدي الذي يرفعه الفلاحون والقائمون على القطاع بولاية تيرت.